السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة طلبات أولى وتانية وتالتة ثانوي. طبعا كل الناس دلوقتي بتبحث عن مؤتمر الوزير اللي عمله النهاردة إن شاء الله، وعايزين يفهموا إيه اللي اتقال في المؤتمر باختصار كده. تمام، أنا عملت الفيديو دلوقتي يا شباب عشان أفهم الطلبة اللي عندي على القناة الملخص بتاع المؤتمر عشان ما يكونش فيه حد تايه ولا حاجة. أول حاجة يا شباب هنتكلم عن الامتحانات أو أولى وتانية ثانوي. أولى وتانية ثانوي هنتكلم عليها دلوقتي. تمام، أول حاجة عندي تعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنه ومراقبه، دي معروفه ان الامتحان هيبقى في المدرسه طبعا يعني. تمام، ايه الجديد بقى بالنسبه لاولى وثانيه ثانوي يا شباب؟ بالجديد ان انا هيبقى عندي في سؤال مقالي وسؤال الكتروني، يعني امتحان مقالي وامتحان الكتروني. انا عندي الامتحان المقالي هيبقى بنسبه 30% من الاسئله، 30% من درجه الماده نفسها هيبقى امتحان مقالي. حضرتك هتخش الامتحان، تمام، هتاخد ورقة، تمام، فيها أسئلة مقالية هتجاوب عليها في تلت المدة. يعني نفترض مثلا لو امتحان مثلا اللغة العربية 3 ساعات، تمام، يبقى انت عندك سؤال مقالي او امتحان مقالي لمدة ساعة، هتمتحنه الاول لمدة ساعة. تمام، بعد ما تخلص الامتحان المقالي الساعة تعدي عليك، يعني خلاص الساعة خلصت، خلاص كده انت خلصت الامتحان المقالي بتاع اللغة العربية، الورق هيتسحب منك يا باشا، وبعد كده تبدأ امتحان الكتروني على التابلت بيمثل 70% من درجة المادة. تمام، اقول تاني، يعني عندنا كده امتحانين لكل مادة، امتحان الكتروني وامتحان مقالي. الاول هتمتحن المقالي، تمام، ولما تخلصه بتمتحن بعده الالكتروني على التابلت عادي. تمام يا شباب، ده بالنسبة لأولى وتانية، وطبعا هنزل لكم دلوقتي جداول الامتحانات بتاعت أولى وتانية. تاني نقطة عندي يا شباب بتقول إيه؟ إن لجان المدارس الرسمية والخاصة تعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يحق للطالب طلابها يلحق طلابها يلحق طلابها على المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية. يعني ايه الكلام ده؟ دلوقتي الوزارة جهزت مدارس كتير على مستوى الجمهورية بالسيستم بتاع الامتحان وبشبكات النت وكلام من ده. تمام، طيب هل كل المدارس مجهزة؟ لا، مش كلها مجهزة. تمام، لو انت في مدرسة مجهزة مش هيفرق معاك في حاجة وهتمتحن الصبح عادي. طب انت لو في مدرسة خاصة او في مدرسة مش مجهزة لسه، ايه اللي هيتم معاك؟ حضرتك هتمتحن برضو في نفس المدرسة اللي زميلك امتحن فيها. تمام، عشان تبقى انت ممتحن في نفس المكان المجهز. تمام يا شباب، الفكرة في كده ان احنا نمتحن في مكان مجهز. هتروح حضرتك تمتحن في المدرسة التانية ديت عادي. تمام، وليه الجدول برضو هنزله دلوقتي بعد الشاشة دي ان شاء الله. تاني حاجة او تالت حاجة يا شباب، امتحانات المواد الغير الاساسية، الامتحانات اللي هي التي لا تضاف للمجموع. الامتحانات دي يا شباب برضو هتكون في المدارس يا شباب عادي، مش زي السنين اللي فاتت في البيت، لا هتبقى في المدرسة برضو. اخر حاجة عندنا يا شباب تصحيح الامتحان. ازاي هيتم تصحيح الامتحان؟ احنا اتفقنا دلوقتي ان هيكون في الامتحان عبارة عن جزء مقالي وجزء على التابلت. الجزء المقالي هيتصحح في المدرسة، تمام، والجزء اللي على التابلت هيتصحح الكتروني عادي. تمام، بعد كده يا شباب بيتبعت الأسئلة بتاعت الالكتروني وعلى المدرسة وتتجمع هي وأسئلة المقالي على بعض ويظهر لك النتيجة بتاعتك بتاع كل مادة يا شباب، وبعد كده النتيجة بيتم إعلانها. بالنسبه لجدول سنه اولى ثانوي يا شباب، اتفقنا ان هيبقى في فتره صباحيه الناس هتمتحن فيها في المدارس المجهزه وفتره مسائيه للناس اللي المدارس بتاعتها مش مجهزه. الجدول اللي على اليمين ده يا شباب في الجدول اللي بتاع الفتره الصباحيه، تمام، بنفس الايام بنفس التواريخ يا شباب، هو الجدول هو بتاع الناس اللي هتمتحن مسائي، بس الفكره ان ده هيمتحن صباحي وده هيمتحن مسائي بس، لكن الايام والمواعيد الايام والمواد هي يعني يوم الاربعاء 11/5، تمام، لغة عربية، هنا برضو يوم الأربعاء 11/5 لغة عربية، تمام، وهكذا. الاختلاف بس يا شباب ان ده صباحي وده مسائي، وهتلاحظ هنا برضو في الامتحان الورقي كاتب لك مثلا من الساعة 8 للساعة 9، الامتحان الالكتروني من 9 وربع ل 11 وربع. تمام، يبقى الالكتروني ساعتين وهنا ساعة. نيجي مثلا على مادة زي المادة بتاعتنا اللي هي اللغة الأجنبية الثانية اللي هي اللغة الفرنسية، يوم الاثنين 16/5، تمام، الساعة 8 ل 8 ونص، ده نص ساعة، ده امتحان ورقي اللي هو المقالي نص ساعة. تمام، والالكتروني من 8:45 ل 9:45 ساعه، يبقى الماده على بعضها ساعه ونص، منها اول نص ساعه دوت امتحان مقالي، وبعدين الامتحان التابلت على امتحان الالكتروني على التابلت. نفس الفكره برضو نفس اليوم ونفس الماده، بس الميعاد بس هو المختلف، مسائي بس كده يا شباب. ده الجدول بتاع سنه اولى ثانوي. بالنسبة لجدول سنة تانية ثانوي يا شباب نفس الفكرة برضو، هو جدول صباحي وجدول مسائي. جدول اللي على الشمال ده صباحي،
تمام. والجدول اللي على اليمين ده مسائي، ونفس اليوم الخميس 15/2، وهنا الخميس 15/2 لغة عربية، هنا لغة عربية، تمام يا شباب. الامتحان برضه هيبقى فيه جزء ورقي، ورقي اللي هو المقالي، يعني المقصود بالمقالي هنا امتحان اللغة العربية مثلا ساعة مقالي من 12 وربع ل 1 وربع، والامتحان الالكتروني من 1 ونص ل 3 ونص. نفس اليوم ونفس المادة 15/2 لغة عربية، تمام، ساعة مقالي وساعتين الكتروني، تمام. برضو المادة بتاعتنا اللي هي مادة اللغة الفرنسية بالنسبة لتانية ثانوي هتبقى يوم الأحد، تمام، 22/5. إيه عندنا ساعة إلا ربع سؤال ورقي اللي هو المقالي، وبعد كده ساعة وربع امتحان إلكتروني على التابلت. نفس الفكرة برضو يوم الأحد الفترة الصباحية هيبقى برضو ساعة إلا ربع امتحان ورقي يعني مقالي، وساعة وربع امتحان إلكتروني على التابلت. نيجي بقى يا شباب لطلبة الثانوية العامة، طلبة تالتة ثانوي يا شباب. كل الناس كانت مترقبة النهاردة المؤتمر وعايزين يعرفوا ايه اللي هيتم فيه، تمام يا شباب. المؤتمر بصراحة يعني كان كويس، واعتقد ان هو يعني في ناس كتير اتبسطت منه، وفي ناس كتير برضه ما اتبسطتش منه. الطالب اللي كان معتمد ان هو هيغش وعامل جروبات غش وكلام من ده طبعا زائل من المؤتمر، لان طبعا هيبقى الامتحان ورقي يا شباب، الامتحانات هتبقى ورقية، فبذلك يعني مش هيبقى في مجال ان انت تخش بالتابلت نهائي، ولا ان انت تقول بقى غش او هكر او كلام من ده. طبعا كل ده غلط طبعا يا شباب. فانا شايف ان قرار ان الامتحان هيبقى ورقي، تمام، هو كله طبعا هيبقى اختياري. اول حاجه لازم تبقى تعرفها في امتحان ثالثه ثانوي السنه دي، مش هيبقى فيه اسئله مقاليه، لا يوجد اسئله مقاليه في امتحان ثالثه ثانوي لهذا العام، تمام. الامتحان كله هيكون اختيار من متعدد، تمام، والامتحان هيكون على بابل شيت، يعني ورقه حضرتك هيجي لك ورقه بابل شيت، ورقه اسئله كلها اختياري وهتحل بيها، تمام، ورقم السؤال قصاده رقم الاجابه تظلل عليه، تمام يا شباب. فمش هيكون دخول بالتابلت نهائي، مفيش دخول بالتابلت، مفيش دخول بأي كتاب، مفيش دخول بأي مذكرة ولا أي حاجة خالص. كل اللي أنت هتخش بيه أو اللي أنت هتاخده في اللجنة هينزل لك ورقة مفاهيم من الوزارة، تمام، مع الورقة الامتحان ورقة البابل شيت، وعيش بقى حياتك يا باشا وابدع، تمام. لكن كتابلت تخش بيه مفيش، ككتاب تخش بيه حتى لو كتاب المدرسة مفيش، تمام يا شباب. يبقى الامتحان دلوقتي هيبقى ايه؟ اختيار من متعدد، لا يوجد اسئله مقاليه في الامتحان بتاع ثالثه ثانوي السنه دي، تمام يا شباب. بالنسبه للمواد التي لا تضاف للمجموع يا شباب، التربيه الدينيه والتربيه الوطنيه والاقتصاد والاحصاء، دي يا شباب هتمتحن فيها في المدرسه، مش في البيت برضه، هتبقى في المدرسه وهتبقى قبل جدول الامتحانات على طول، وهنزل لكم حالا الجدول بتاع الامتحانات يا شباب حالا. جدول الامتحانات يا شباب السنه دي بتاع الثانويه العامه يا شباب، هنبدا الامتحانات يوم، هنبدا الاول بالامتحانات التي بالمواد التي لا تضاف الى المجموع. المواد التي لا تضاف الى المجموع هتبدا من 20/6 و21/6، لكن المواد بقى التي تضاف للمجموع وهي المواد الاساسيه هنبدا من اللغه العربيه يوم 26/6. بداية كده الامتحانات الثانوية العامة يا شباب الرسمية مع المواد التي تضاف للمجموع هيبقى يوم 26/6 يوم الحد. كده الامتحانات اتأجلت عن اسبوعين عما كان معلن عنه، تمام. يبقى كده 26/6 اول يوم امتحان في المواد الايه التي تضاف للمجموع. طبعا اول مادة عندي اللغة العربية، تمام، 3 ساعات من 9 ل 12، بعد كده اللغة الأجنبية الثانية اللي هي بالنسبة لي انا هتبقى اللغة الفرنسية، تمام. وبالنسبة للمواد بالنسبة للناس اللي واخدة بقى ألماني أو إيطالي أو أي مادة أجنبية تانية، هيبقى يوم الامتحان بتاعهم يوم الثلاث يوم 28/6/2022، ساعتين يا شباب. عايز أنوه إن لا يوجد أسئلة مقالية، الأسئلة المقالية السنة دي يا شباب على أولى وتانية فقط، تمام. ثالثة ثانوي لا يوجد أسئلة مقالية السنة دي، ولا دخول بالتابلت ولا دخول بالكتاب المدرسي، تمام، بأكد تاني وتالت ورابع. طيب جدول الامتحانات زي ما انتم شايفينه كده يا شباب، هيجي بقى عندنا اجازه عيد الاضحى المبارك من 9/7 الى 12/7، وبعد كده بنكمل الجدول عادي زي ما احنا شايفينه، تمام كده يا شباب. اتمنى يا شباب ان انا اكون قدرت ان انا اوضح لكم ملخص عن المؤتمر بتاع الوزير النهارده، واتمنى لكل الطلبه التوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.